شكرا جزيلا لك زميلي هشام الخلفي، والشكر موصول أيضا لكل الضيوف الأعزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الافاضل مرحبا، اهلا وسهلا الى ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، وحمله الدفاع عن اللقب التي تبدا اليوم بالنسبه لفريق ريال مدريد امام روما في هذه المجموعه السابعه التي تضم سياسكا موسكو وبيلزن التشيكي. ريال مدريد من دون كريستيانو رونالدو لاول مره منذ 9 سنوات يلعب اليوم بهذه التشكيله مع كيلور نافاس في حراسه المرمى، كارفاخال، مارسيلو، راموس، وفاران، كازيميرو، مودريتش، كروس، وإسكو، جاريت بيل، وبنزيما. الغائب الوحيد هو كريستيانو رونالدو الذي يوجد في إسبانيا اليوم، ولكن هنالك رفقة يوفنتوس تورينو في مواجهة اليوم. عشاق ريال الذين بدأوا عديدة جدا في الوسط، الكرة ضربة الانطلاقة أعطيت من قبل الحكم الهولندي بيون كويت أو إسكو، عفوا، ما زال عنده الكرة، مارسيلو طلبها، وصلته من عند إسكو، الحكم المساعد. تكون سلاح ذو حدين أنك تقحم لاعب هكذا 19 سنة أو توني كروس، توني كروس والكرة البعيدة خطيرة، بابا بابا با خطيرة، يا سلام على التمريرة في الأول، يا سلام على مراقبة الكرة بالبراءة، ويا سلام عليك يا جاريت بيل. راح السام، راح الجنوب، جاريت بيل، جاريت بيل، فلورنزي يلحق، فلورنزي، ولو لو ميرا، وكريم مازال، كريم، أوه. الدفاع يدخل على مرة تومية، كرة بعيدة وخطيرة وصعبة، ويندار، راح ويندار، الداري وصل، ينتظر كريم، رجع له الكرة، بنزيما دخل، بنزيما، الركنية الثالثة، العرضية، يفضل الكرات من هنالك ناحية مارسيلو، مارسيلو، طالي مارسيلو، مارسيلو، إسكو، بنزيما مع جاريت بيل، بيل، مارسيلو من هنالك عرضية، والدفاع مرة أخرى، توني كروس، ريال مدريد في القائمة الثانية، كريم، بنزيما يتوغل، وركنية أخرى، تسترجع من راموس، وبابا خطيرة، والبحث عن راس جيكو، كرة بعيدة من دي روسي، وكازيمير، من يندر، 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 مازال 5 لمسات أو 7 لحد الآن في المعدل، لا جاريت بيل على جهة اليمنى يتوغل، يوصل جاريت بيل، البيلدوزر حاول يمر هنا من امام كولاروف، جاريت بيل، ودانييلي دي روسي يخرج كرة ممتازة من اسكو على جاريت بيل، بعيدة راحت، ينفذ الكرة في القائمة الأول، مزمزي ستيفن الشعراوي، ستيفن وراموس، شوف الجيكو، شوف الجيكو، كرة هايلة، توني كروس، الريال في حاجة إلى فتح اللعب أكثر، ممتازة مرة أخرى، كارفاخال، الكرة في الوسط، ستيفن الشعراوي يلعبها مع زانيولو، ستيفن لجيكو، متسلل، نعم، مدرج لبنزيما، بنزيما يرجع لجاريت بيل، راحت لمارسيلو، رباعي كذلك، التوزيع من مارسيلو، من توني كروس، دي المباراة، إسكو يستعد، إسكو، با 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 با، يا له من جول، يا له من جول، إسكو فنان، إسكو رائع، إسكو بارع، إسكو ماهر، حتى في الزاوية خلى الحارس أونسن يتفرج ويلتقط صورة ولا أروع، الهدف ولا أروع من إسكو، يهز الشباك في الدقيقة 45، يا له من إسكو، يا له من جول، حطها في الزاوية اليمنى أمام الحارس أونسن، فوق الجدار بالبراعة والدقة اللازمتين، بوم، حطها لك في الزاوية، خليت الفراغ كبير يا أونسن، إسكو بالبراعة حطها في الجول، هدف مقابل 0 لريال مدريد في الدقيقة 45، حاول يمر إسكو، مارسيلو، جاريت بيل، بابا بابا، يدخل، راح البرازيلي، مارسيلو دخل، مارسيلو
فاتسيو. مازال إسكو، مازال إسكو يدخل إسكو. ممتازة لبيليغريني. وكاسيميرو بعيدة، كرة بالراس رائعة. راح جارد بيل، جارد بيل 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 بطل. لمسة واحدة، كرة واحدة، انطلاقة واحدة، تسديدة واحدة، كل شيء واحدة. وجاء جارد بيل، الصاروخ انطلق، الصاروخ سدد، الصاروخ سجل. هو الثامن، هو الثامن عشر لجاريث بيل في 55 مباراة في دوري الأبطال. أنت سهم بالدوزر وقطار يا جاريث بيل. ضرب الكرة بيسراه، شوف النظرة الرائعة جدا والتمريرة الأروع من هنالك من لوكا مودريتش. اللمس والتغيير الثاني بدخول الكرة بالخطأ لصالح عناصر روما. من هنالك كولورابو جيكو. الدفاع، الكرة وصلت من هنالك لبيروتي، حاول يدوغل بيروتي. لوكا مودريتش، لوكا مودريتش، كاسيميرو. اسينسيو استلم الكرة، اسينسيو يبحث عن التوغل، اسينسيو طلعت على الجهة اليمنى، يراقب كورتو، اسينسيو يدخل، اسينسيو 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 بابا برائعة. دخل وندر، وندر التصديدة من شيك، ولكن سكو توني كروس يبحث عن مارينو دياز. اوبا با 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 رائعة. اولالا كيف سددت هذه الكرة يا توني كروس في اتجاه الحارس روبين هولس. لصالح الريال في القائمة الثانية، راموس بالراس يتمكن. دياز يتفوق والحكم يخرج البطاقة الصفراء في وجه جيكو. دياز استلمها، دخل، لعبة ممتازة لإسكو. التغطية الدفاعية من دانييل. هذه المجموعة اللي فيها سياسكا موسكو وبليزن. الكرة عن طريق دياز. بابا بابا دياز ببلاغة وبروعة يسجل جول، يسجل أول أهدافه في دوري الأبطال. وأي هدف بأي شكل وبأي طريقة، لن ينسى هذه الكيفية التي سجل بها دياز. بكيفية رائعة جدا استلمها وحطها في الزاوية البعيدة. روبن هولس لم يشاهد شيء. يا دياز ماذا فعلت في الوقت